أول حاجة، أول مؤهل للتطوع إن الإنسان يكون بيحب الحاجة. يعني مفيش تطوع واحد غصب عنه، لازم يكون بيحب الحاجة. وإحنا في الكنيسة بنعلم ولادنا وشبابنا الصغير وشابتنا إنهم يتطوعوا فيما يسمى بمدارس الأحد. ما هي مدارس الأحد شكل من كده، بيبتدي ياخد أعداد خدام ويبتدي يخدم أطفال أصغر منه، ده شكل تطوعي ونسميها مدارس. ومرة وأنا بتكلم ويا مسؤول فقال لي مدارس يعني بتصرفوا مرتبات؟ قلت له لا مفيش مرتبات. فاكر بقى مدارس يبقى مرتباتها يعني كتيرة؟ لا مفيش خالص، يعني زيرو زي ما بيقولوا. أول شيء، أول مؤهل إن كان يحب بلده، بيحب بلده. ومجرد سمع أخبار وهو في الغربة، سمع أخبار قال أنا مستعد، مستعد أروح. ليه تعمل للاستعداد ده؟ قال علشان أنا بحب بلدي. وابتدى يروح حاملا رسالة محبة. يعني الطاقة أو الوقود اللي حركه عشان يسافر من بلاد السبي اللي هو فيها لغاية أورشليم، طبعا أمور السفر زمان ما كانتش سهلة، كانت هي طاقة الحب. واعتبر نفسه رسالة محبة من أجل البلد. أرجوك تاخد بالك، محدش كلفه، مش كده برضو؟ من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. محدش كلفه، ولا حد اتصل بيه وقال له يعني أنت بتحتل منصب مهم ما تيجي تشوف البلد بتاعتك، أبدا. لم يكلف بأي مسؤولية في بناء سور أورشليم. وابتدى يروح بهذه الروح، روح المحبة. بس أرجوك تاخد بالك أن المحبة لله والمحبة للناس الاثنين ويا بعض. يعني ابتدى يتحرك بمحبته لربنا ومحبته للناس. ما هو الناس اللي ساكنين في أورشليم دول ناس، وعدم وجود سور يعني متعرضين الأعداء يهجموا عليهم ويقتلوهم. فهو بيحب الناس وكمان محبة للمكان، المكان اللي هي أورشليم في القصة بتاعتنا. وده بيفكرني بكلمة بولس الرسول لما قال من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. يعني قلبه بيأكله، إحساسه بالمسؤولية. ما في واحد ربنا يحفظكم إيديه في المية، مش كده برضو؟ يعني ما بيحسش بحاجة خالص. وفي واحد كانوا يقولونا في الدير ويعلمونا في الدير، رئيس الدير الله ينيح نفسه أنبس ربامون كان يقول لنا سواق وياه، يعني بيتحرك، بنقولها في لغات العربيات أوتو درايف، يعني بيقدر يتحرك بنفسه. في واحد ما يتحركش إلا ما حد يحركه، لكن نحمية هنا تحرك بنفسه دون أن يكلفه